بعد مرور أكثر من ربع مباريات الدوري المصري في موسمه الجديد وقبل حلول موعد الانتقالات الشتوية، ظهرت عمليات تقييم الصفقات الصيفية، وبدأ الحديث يدور عن تألق بعض النجوم المحليين والأجانب الذين دعموا صفوف أندية الدوري الممتاز هذا الموسم، وإخفاق البعض الآخر في إثبات وجوده في انتظار القادم من المواعيد. ولأن الزمالك كان بطل موسم الميركاتو الصيفي بجدارة، فقد خطف نجومه الأضواء بعد تألق بعضهم وعدم تقديم البعض الآخر لأوراق اعتماده حتى الآن. ويأتي باسم مرسي وعلي جبر والبركيني محمد كوفي وأيمن حفني والحارس أحمد الشناوي على رأس قائمة الناجحين. في المقابل لم تقدم باقي الصفقات ما يروي ظمأ عشاق القلعة البيضاء، خصوصا ثلاثي اتحاد الشرطة احمد دويدار ومعروف يوسف وخالد قمر والبركيني الاخر عبد الله سيسي. اما الاهلي الغريم الازلي للزمالك فلم تحقق صفقاته نجاحا يذكر حتى وقتنا هذا، فباستثناء الظهير الايمن باسم علي القادم من المقاولون، توارى باقي الوافدين ولم يقدموا ما يثبتون به احقيتهم في الدفاع عن الوان اكبر واشهر الاندية المصرية. لا فريق بين ثنائي المقاولون محمد رزق ومحمد فاروق او الثلاثي اسلام رشدي ولؤي وائل والاثيوبي صلاح الدين سعيد الذين انضموا بداية هذا الموسم من المينيا وليرس البلجيكي ووادي دجلة. اما شريف حازم لاعب سموحة السابق فقد ظهر بمستوى مقبول خلال المباريات التي شارك فيها في الجانب الايمن. صفقات فارسي رهان الكرة المصرية قابلها تخليهما عن مجموعة من اللاعبين، فتألق معظمهم واثبت خطأ مسؤول الناديين في التفريط فيهم بهذه السهولة، وعلى رأس هؤلاء كان ثنائي الابيض عرف السيد واحمد جعفر ونجمة الاحمر احمد رؤوف وسيد حمدي. عرف السيد تألق بصورة غير متوقعة في صفوف فريقه الجديد طلائع الجيش، وأحرز 9 أهداف تصدر بها قائمة هداف المسابقة، وقلده رؤوف في المصري بعد أن سجل 7 أهداف حل بها في المركز الثالث في قائمة الهدافين بفارق هدف وحيد عن السيد حمدي مهاجم الأهلي الذي عاد لسابق عهده في زيارة الشباك في صفوف مصر المقاصة. كما أحرز أحمد جعفر 4 أهداف لفريقه الجديد إمبي، منها ثلاثية في لقائه الأخير أمام النصر الصاعد. أما عن أبرز النجوم الأجانب الذين أثبتوا جدارتهم في اللعب بأهم وأعرق الدوريات في القارة السمراء، فيأتي الثلاثي الغاني نانا بوكو مهاجم الشرطة ومواطنه كوامي بامبوي لاعب طلائع الجيش والإثيوبي تشيمس بيكيلي لاعب وسط بتروجيت على رأس هؤلاء النجوم بعد أن سجل كل لاعب 3 أهداف حتى الآن. عدلي القيعي أشهر مهندسي الانتقالات في الملاعب المصرية في العقود الأربعة الأخيرة يقيم بخبرته الكبيرة أبرز نجوم فترة الانتقالات الصيفية ويوضح أسباب تراجع صفقات القلعة الحمراء هذا الموسم على مستوى الكم والكيف ومقترحاته بشأن صفقات الشتاء. كما يتناول في موضوع آخر فرص نادي القرن في الظفر بلقب الكونفدرالية الإفريقية أمام سيوسبور الإيفواري بعد خسارته ذهابا بهدف لهدفين في أبيدجان مساء السبت. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. قعدت اعرف من الكابتن عدلي هو دلوقتي ماسك ايه، بيشتغل ايه ايه ايه، بعدين في الاخر قلت لا هو عدلي القيعي بتاع النادي الاهلي، مش عارف اقدمه لك كده. كابتن عدلي منورنا. الله يخليك كابتن. بيترو سبورتو مستشار تسويق ومدير الاطنيه بيترو سبورتو، بس لما اقول كل ده للناس مش هيصدقوا، لكن هم لما قال لهم عدلي القيعي هقولوا الاهلي، يقولوا التسويق، يقولوا الصفقات، يقولوا الاستثمار، يقولوا القناه، يقولوا النجاح. يا كابتن محمد الاهلي طبعا. الاهلي يعني وطن صغير، عشق كبير، حياه يعني ما عرفتش ان انا يعني لما بحسب عمري في الشغل بحسبه بالفتره اللي دخلت فيها النادي الاهلي.
فالنادي الاهلي ده قصة على جنب. الاهلي وطن صغير، عشق كبير. لما بحسب عمري بحسب عمري في الوقت اللي انا قضيته في النادي الاهلي. الكلام ده مهم جدا، لازم الناس تخلي بالها منه وتاخده وتبروزه وتفلتره وتحلله عشان تعرف انه قصة الاهلي بالنسبة لابنائه عاملة ازاي. الموضوع ده مهم قوي يا جماعة، انتوا مش قادرين مش قادرين تاخدوا بالكم، وانا اسف ان انا هجمع، احنا بنرتبط بالمكان ده ازاي. سيبكم هنا محايدين، ده بالتأكيد او انا بالتأكيد محايد، هو مش هيبقى محايد لانه بيتكلم النهاردة كاهلاوي، لكنه الاهلي ده كيمياء تانية خالص. فلما الكابتن عاد بيقول الكلام ده هو كلام نبع من قلبه. اتفضل يا كابتن. فكابتن مسألة انك انت، انا لما يعني من سنتين قلت هكتفي بقى بعملية التسويق والكلام ده واتجه للعمل الاعلامي، برضو رحت فين؟ في قناة النادي الاهلي. وانت تعلم ايام ما كنت انت في قناة اخرى كنا عايزين، كنت رفضت، وانا يعني كنا مديناك اكتر من الاهلي مرتين. مرتين ايه؟ عشر مرات. عشر مرات. الناس فاكرة ان احنا في الاهلي، احنا في الاهلي لا نناقش معاه ما نحصل عليه. واخد بالك؟ عشر مرات يا كابتن بلا مبالغة. واخد بال حضرتك؟ وحتى الكابتن حسن المعارف قال لي طب عاد لي ايه، وكانوا عاملين حظر يعني، قال لي نديك استثناء، ما برضه مصلحه. ساعه الجد ما تمتش الامور، لان في حاجه اذا جت على حساب النادي الاهلي وانا في النادي الاهلي عندي فرصه، خلاص النادي الاهلي له الفيتو. لكن طيب انت بقى لما يبقى ما فيش اعلام وما فيش قناه وما حدش محتاج لك في حاجه تانية جوه النادي الاهلي، ما فيش مشكله. لكن في ناس احتاجت وتوسمت ان انت ما زلت قادر وما زلت تقدر تدي، واحتاجت لخبراتي وانا عايز اشتغل، ما بحبش اقعد. واخد بال حضرتك؟ فانا لما رحت وقبلت العرض بتاع بيترو سبورت، عندهم ثلاث كيانات من ابدع ما يمكن. السكاي دي حاجه سبع نجوم، وبعدين نادي القطاميه، وبعدين الاستاد، وهيعملوا الكندا، هيعملوا مول تجاري وفود كورت، مشاريع متعدده. عايزين حد في التسويق معاهم، وتوسموا ان انا املك هذه الرؤيه. بعدين في النص كده قالوا لي طب نادي بقى القطاميه، طالما نادي القطاميه نادي اجتماعي، نادي اجتماعي هيبقى رياضي، هم لسه لم يشهر يعني الرياضه فيه ما زالت للممارسه. ولما بنحب نشترك في بطوله ولا بتاع بنخش تحت اسم نادي ام بي او اي انديه اخرى، ياخدوا اللعيبه اللي عندنا ويلعبوا بيها. هتشتغل واخد بالك؟ لكن النادي الاهلي بيروح معايا البيت وينزل معايا الصبح. هي مدام منى كانت بتسالك انه انت ليه ما بتشتغلش دلوقتي مع الاهلي، انت لا موجود في الاعلام ولا موجود في حاجه، هل انت كنت عشان خاطر اشخاص، كانت علاقتك بحسن حمدي هي اللي كانت مخليك في النادي الاهلي، وده امر مهم لازم لا 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 بالعكس خالص 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 خالص. حسن حمدي لم يجاملني ولم اتحايز له خالص. كويس خالص. انت انحست للنادي الاهلي. انا انحست للنادي الاهلي بالعكس. في فترات كتيره كنا بنزعل لدرجه ساعات نقعد بالشهر ما نكلمش بعض، بس بادب يعني، واخد بالك؟ وعلى حاجه خلاف لا علاقه بالنادي الاهلي. وبعد كده نتقابل ونضحك لو مصلحه، مش متخاصمين يعني النادي الاهلي. انما يعني هو الراجل رئيس النادي، وانا لازم احترم رؤاه. وساعات ما ابقى مش مرتاح اقول له انا مش مرتاح لدي، واخد بال حضرتك؟ فكان بيحترم دي كابتن حسن. انما لما جه في فتره من اول يناير احتاجني تاني كابتن حسن كمتحدث رسمي واستشار تسويق وتعاقدات، ما تاخرتش، انا قبلت. قبلت. وعايز اقول لك حاجه، انا قعدت من يناير لحد ما مشيت في نهايه شهر خمسه. انا اعتذرت لما جه المجلس الجديد تادبا وبروتوكوليا، وقلت لهم يعني من حقكم تشكلوا حكومتكم. قال استنوا معانا شهر سته. فاستنى معانا شهر سته معناها هنقعد شهر سته نقيم بعض. قلت لهم لا، انا هستنى لحد ما اخلص الملفات اللي في ايدي. كويس. وادي الاعتذار بتاعي، قدمه وقت ما تحب يا باشمهندس محمود. والراجل قدمه وكانوا في منتهى اللطف معايا وتعاملوا معايا يعني بشياكه. وجينا في القناه نفس الشيء، البرنامج وقف اللي انا بعمله، واستغربت. بعد شويه قالوا لي احنا عايزينك تقدم برامج اخرى. كويس. الفكره يا كابتن احمد، انا مش بدور على فرص عمل او بدور على، انا بدور على حاجه كنت ارى ان البرنامج اللي اتلغى في قناه النادي الاهلي كان يحتاجه النادي الاهلي وبشده. هو كان صوت الاهلي. كان صوت الاهلي وبشكل موضوعي وبشكل، واعتقد انه عمل نموذج اعلامي جديد. انت والزميل عزيز ابراهيم المنسي كنتوا عاملين حاله جيده يعني. ابراهيم شريكي مش زميلي. يعني هو ممكن تقول ايه طب هو يعني ما يغيروا ابراهيم ولا يغيروا عدلي.
الكيمياء اللي بيننا والثقافه اللي بيننا والدرايه داخل النادي الاهلي، هو بيفكرني بحاجه وانا بفكره في حاجه، صحيح. هو بينكشني في حاجه احكيها وانا بنكشه في حاجه يحكيها. هي ليها تركيبه، ملاش دعوه بقى لا انا احمد عز المماثل يعني في الوسامه ولا هو تامر حسني، لكن احنا اتنين اعلاميين بيعرفوا يقدموا حاجه تخص النادي الاهلي. فما لهاش علاقة بالطلة اللي على التلفزيون. واعتقدش ان احنا كنا مضايقين حد يعني. احنا لا، انتوا كنتوا عاملين حالة طيبة لجماهير النادي الاهلي وموضوعية. نعم. يعني والله يا كابتن انا في ثلاثة زملكاوية بالصدفة في شهر واحد، منهم واحد قال لي انا في زميل عزيز زملكاوي كان متضايق منك، قلت له سيبهولي. فبدأت اتابع البرنامج بتاعك عشان اعمل مداخلات اهاجمك. قلت له اهلا وسهلا. قال لي للاسف الشديد انا لقيت ابني بيفكرني الكابتن عادلي دلوقتي البرنامج، واقعد الاقيك بترد ما عنديش حاجه هاجمك فيها، انت بتجيب حقائق وبترد بيها. فلما واحد زملكاوي يقول لك هذا الكلام، انت تعتز انك انت بتقدر توصل بموضوعيه. ممكن نختلف معاك في المحتوى، وممكن نختلف معاك في الاراء، وده طبيعي جدا، لكن هو القصه لماذا لا يستفيد النادي الاهلي من ابنائه الاوفياء المخلصين؟ انت حضرتك انت قلت الاهلي وطن بيعيش جوانا وطن صغير، وعشق دائما وابدا موجود معانا ما علينا. بتمنى ان شاء الله انه كابتن احمد احنا بنحب النادي الاهلي عشان هو الوطن الصغير، لان مش قادرين احنا بقدراتنا نعمل حاجه للوطن الكبير اكتر من ناخد نموذج صغير كده نحاول نعمل فيه حاجه ننحاز اليه ونحاول ننجحه. طيب خلينا بقى في النادي الاهلي، ونبدا مباشره بالتحدي الاكبر اللي عند النادي الاهلي، هو مباراة العودة أمام سيوسبور النهاردة. قرار الداخلية كان الأول بدأوا ب10,000 وبعدين ب15 وبعدين ب20، النهاردة خدوا قرار ب25,000 متفرج. كان معايا اللي هو محمود علام مدير عام النادي الأهلي، شكر الداخلية على هذا التوجه وهذه المساندة والمؤازرة، والآن أصبحت الكرة في ملعب الجماهير. حضرتك شايف الدنيا في إسبانيا، متفرج ألقوا الألتراس بتوع أتلتيكو مدريد قتلوه في النهر، والدنيا قايمة مش قاعدة في العالم كله على قتيل واحد. واحنا كان عندنا 72 قتيل، والدنيا تم القاء بعضهم من فوق المدرجات. نعم. يعني شايف الدنيا رايحه فين يا كابتن عادل؟ بص يا كابتن احمد، مفيش جدال ان من غير جماهير احنا كاننا في السينما الصامته. نعم. ملهاش معنى. انت بتعمل مسرحيه عشان تسجلها، بتقعد تسجل، ممكن تسجل يوم لكن عشان تطلع كل يوم على المسرح عشان ما يبقاش في جمهور قدامك، لا في ابداع ولا في ارتجال ولا في افات جديده بتطلع، ولا في بيبقى اداء روتيني ممل، واخد بال حضرتك؟ الخطوره في هذا الامر ايه؟ انك انت بتعتاد على هذا الاداء الروتيني الممل الخالي من الحماس الفاتر. فساعه ما يجي لك الجمهور بدل قد يبقى عبء عليك، لانك من خلاص انت اتعودت على المدرجات الفاضيه. الجيل الجديد بقى اللي طلع في الثلاث سنين اللي فاتوا دول، دلوقتي فريق النادي الاهلي والزمالك تقريبا فرق جديده. ما شافتش الضغط الجمهوري، ما شافتش الحماس الجمهوري. فاللي متوسم ان هو يقول لك اصل الجمهور بيساعد، بيساعد في الاحوال العاديه. لكن النهارده بقى 10 15 20، ارجو انه ما يبقاش سلاح معاكس. هو هيبقى سلاح مهم جدا لو جمهور مش عايز اختزل الجمهور بقى في الالترس، لو الجمهور اللي رايح يحضر هذه المباراه متذكر ان النادي الاهلي محتاجه عشان يقف جنبه. كويس. انا سمعت احد الشباب في مداخله مع حضرتك بيقول يعني ان احنا بتقولوا يعني على الحلوه والمره، نرجو ان ده يترجم وما تدوش فرصه لتوترات، لان الشماريخ هم بيعتبروها ثقافه، وهي ثقافه دوليه. هو دي قلتها للاسف الشديد. التراس دي كتاب نموذج عمالين ينقلوه من بعض. لكن عندما يتحول الشمروخ الى اذيه ودخانه وحكم يوقف المباراه وتقعد، طيب الجمهور انا عايزه ليه؟ عشان انشط العوائد الماليه. مزبوط. طب لما يكون الجمهور بيجي وانا بدفع غرامات عمال على بطال، ما هو اللي باخده باليمين حديه بشماله عليه وعليه فلوس ثانيه. صحيح. عايزين نراجع نفسنا. الشرطه بالتاكيد في الظروف اللي احنا فيها كونها توافق والضعف الاعداد، ده نوع من الثقه بالنفس ونوع من الاحساس بالمسؤوليه تجاه الانديه وتجاه الايمج والصوره الذهنيه عن الرياضه عن الوضع في مصر. وايضا هي بتقدم السبت
يا جماعه انتوا عايزين تحضروا ده انا في قدام قلت جمعه وسبت وحد يعني انتوا بتقولوا المدرجات بتاعه الجماهير. طب اتفضل اتفضل بلاش الدفاع الجوي في الاستاد اتفضل اتفضل عايزين نبتدي بدايه جديده نحزق نطبطب فيها على الانديه وعلى مصر لان ده نوع مهم جدا 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 هذه البدايات لان يعني كل الناس تعبت كل الناس تعبت من الظروف الاستثنائيه اللي احنا عمالين نسلم يوم في يوم بيها. فجمهور النادي الاهلي اذا حضر ارجو ان يكون سلاح للنادي الاهلي. المنظر الجميل حاجه تفرح وزي ما انا سمعتك برضو بتقول الدخلات والابداع يعني كان عندي ابن الاستاذ رحمه الله عليه حسن امين مدير الاستاد طبعا فبفكره ده اللي عمل للاستاد الشكل والجمال يعني قلت له يعني كان عندي في النادي في السبورت وبعدين فبفكره بقول له ده حسن بيه رحمه الله عليه كان يقعد يقفل الاستاد عشان يعمل لوحه صحيح جماهيريه في المدرجات في احتفالات اكتوبر يقعد يمرن عليها 6 اشهر والمدرج والاستاد يتدمر ويرجع يتصلح. النهارده الولاد دي بالكمبيوتر بتعملها في ساعه وتنفذ في ساعتين. فهذا ابداع ابداع يطمنك على ان الشباب يملكوا ولكن هل يملكوا الاراده ان يحولوا هذا الابداع في الاتجاه الايجابي؟ نتمنى. محتاجينهم جدا في هذا الاطار محتاجينهم ان هم يكونوا سلاح للنادي الاهلي مش عليه. طيب هقول لك معلومتين. النهارده كان الهلال مع الاتحاد في الدوري السعودي وما أدرك ما الهلال في الرياض ومع الاتحاد في جدة. 60,000 متفرج حضروا شبيهة باللوحة العظيمة اللي قدامنا دي. الماتش كان في جدة وانتهى بالتعادل بدون أهداف ولا أي نوع من أنواع الخروج. أدي الأولى. الثانية دي عربية. أسبانية بقى ميجيل كاردينيا وزير الرياضة الأسباني عقد مؤتمر صحفيا بعد مقتل أحد مشجعي دوبرتيفو أمس على مشجعي على يد مشجعي ألتراس أتلتيكو مدريد. قال عمل اجتماع للجنة الحكومية لمناهضة العنف في لجنة اسمها كده. قال اقترحنا وضع قائمة بروابط المشجعين المتعصبين لمنعهم من دخول الاستادات ووضع اطار زمني لتنفيذ ذلك. واضاف هذا يمثل احد السبل التي سلكتها بعض الاندية بالفعل ويبدو الالتزام واضحا. كان يقصد برشلونة وريال مدريد وقوانا انا مقتنع ان هذه الطريقة ستكون فعالة. وتابع كاردن الوزير الرياضة الاسباني ان احد الاجراءات التي ستؤخذ في الاعتبار اغلاق مدرجات يعرف عنها انها تشهد تجمع افراد رابط المشجعين المتعصبين داخل السادات. وقال ان الجهود ستزداد لتحديد المجموعات ذات النزاعات العنيفة ومنعها من التجمع قرب السادات في ايام الرياضة ايام اقامة المباريات الرياضية. قال وزير الرياضة الاسباني نريد التخلص من وجود هذه العناصر ذات النزاعات العنصرية في الاماكن التي تقام فيها مباريات كرة القدم وما يحيط بها. يجب ان لا يكون لهم مكان سواء داخل او خارج الاستادات. وريال مدريد وبرشلونة من بين الأندية التي حضرت على أفراد رابط المشجعين المتعصبين حضور المباريات في السنوات الأخيرة هو ما تكلل ببعض النجاح. الباقي بقى أن الشرطة ألقت القبض على 24 حوزتهم ألعاب نارية وعصا وأنابيب معدنية ورجحت المجموعة التي تمثل جماهير كرة القدم الأسبانية. كان بوسع الشرطة أن تبذل المزيد من الجهد للحلولة دون وقوع أحداث العنف أمس. فرانسيسكو مارتينيز وزير الدولة الأسباني لشؤون الأمن أن المباراة ما كانتش تعد مباراة عالية الخطورة لما كانش في حاجة أبدا تقول إنها هيحصل معاها مشكلات. وقال كمان في مؤتمر صحفي إن المواد اللي تم ضبطها مع المشجعين تكشف عن وجود رغبة واضحة في المواجهة. حتى إسبانيا وصل لها الخطر. بص نعم. لا هو إسبانيا إيه؟ ده هو تصدير أوروبي. لا تصدير أصلا إيطالي. إيطالي. نعم. هو أوروبي يعني هو فكر بس احنا بتخلف شويه معلش يعني ما انت بتاخد دون مفهومه. نعم صحيح. وانا ارى ارى نعم ان هو حتى نشأته في ايطاليا كان فيها غرض سياسي خبيث يعني في النص كده لانك انت اما تيجي اسبانيا تقدر تعمل الاجراءات دي مفيش مشكله لان المشكله متحدده في هذا الاطار. يا كابتن احمد الدنيا في مصر فيها سيوله وداخله على بعضيها. نعم. فلما تيجي تقول للشرطه اللي احنا عمالين اذا عربيتين خبطوا بعض في حته فين الشرطه؟ نعم. اذا حد خطب فين الشرطه؟ اذا حد زعق لواحد ولا اتنين اتخانقوا فين الشرطه؟ اذا نور اتقطع فين؟ ففين الشرطه؟ فين الشرطه؟ فين الشرطه؟ فين الشرطه؟ وكاننا شعب تحول الى انه يجب ان يجد كل واحد له قرين ورقيب. نعم. امني. ولما يجي لك الرقيب الامني يقول لك انا مش عايز الامن. فما ينفعش. الرقيب يجب ان يكون وازع من ضميرنا من اخلاقنا من ثقافتنا. صحيح.
فلما تيجي تقول لي الالترس لو عملتهم هنا زي ما اتعاملوا في اوروبا, الرد الفعل هيتركب بمليون اتجاه وهيتغير بمليون اتجاه وهيتاجر فيه مليون, وما اكثرهم عندنا مليون اعلام. ما هتلاقي صوت معارض طالع في اسبانيا على الكلام ده خالص. لان مشكله متحدده هو اللي عنده بقى مشكله مشاكل تانية ولا مشاكل سياسيه ولا مشاكل حدوديه ولا مشاكل ناس عايزه حقوق انسان ولا مشاكل مش عارف جمعيات اهليه, ما عندهمش فقادر يسيطر على المشكله. انت بقى المشكله دي عماله تتشابك وتتضفر في بعضها, وهي هنا حقيقه ولب المشكله. يعني ازعم ان انا كنت فتره من فترات كنت قادر اتواصل وكنت قادر اوصل لحلول وكنت قادر ان انا انقل وجهه نظرهم, وكنت بحترم جدا فيهم هذا الكلام. انما نقعد نتكلم ما كنتش, ما تنفعش تبقى دور الاب اللي بينصح وبس, لازم تقعد ايضا تشوفه بيقول ايه, بيعمل كده ليه, وتحترم جدا اللي بيعمله. لكن الامور دلوقتي انا مش شايفها بنفس السهوله الا اذا كانت هي الشباب من نفسه يقعد مع نفسه ويقيم تجربته ويقيم ظرف البلد ويقيم ظرف النادي بتاعه. ما هذا الحب الذي يؤدي انك تأذي حبيبك كل يوم كل يوم بتأذيه, كل ما تخش ملعب تكسره, كل ما ما اجي العب مباراه ما اناش عارف هيعملوا معاه نتيجتها ايه علشان الشماريخ اللي بتترمي. لكن ايضا يجب ان يبذل جهد في تجفيف المنابع. كابتن احمد, تجفيف المنابع ده امر مهم جدا. المنابع دي حاجات كتير. عايز اقول البي بي سي اختارت النجم الجزائري الشهير ياسين ابراهيمي افضل لاعب افريقي في استفتاء مبروك, والجزائر حتى يعني هتحتل كل يعني من وجهه نظري كل الاستفتاءات هذا العام لانهم قدموا افضل كوره, وان كان في كلام انه يايا توريه احتمال يكون هو الافضل افريقيا, اتمنى انها تكون جزائري. خلينا نروح لفاصل وارجع هفتح ملف مباراه سي بي سبور مع الكابتن عادل القرعي, وايضا الصفقات, الصفقات السابقه والصفقات المقبله, والتنافس اللي بين الاهلي والزمالك, هل السنه دي انتصر الزمالك زي ما البعض بيقول ولا لسه النتيجه لم تظهر نور, وايضا ملف المدربين, وهل ممكن يكون له دور مع اتحاد الكوره في الفتره القادمه في اختيار مدرب لمنتخب مصر. كلها اسئله ملفات بنفتحها مع الكابتن عادل القرعي.